الله فراشة. ما شاء الله. من وانا عيل يا جماعة، من وانا عيل يعني اكتر من 30 سنة واني بستهلك هذه النبتة، واللي انا عامله يعني الفيديو كله هدفه حاجة واحدة، ان انا اقول لكم النبتة هذه كنز في كل منزل، وعايز الجميع يستخدمها طازجة وخضراء، مش عايز حد يروح يجيبها من العطار. اللي احنا بنتكلم عنها هذه المرمرية القصعين اللي هي بالانجليش سالفيا، تمام، نيرامية او المرمرية. طبعا دول الشام والحتت هذه كلنا عارفينها. بصوا يا جماعة هذه المرمرية، شايفين كيف بجيبش من العطار خالص، بستخدم هذه النبتة على طول زي ما انتم شايفين خضراء. ليش بقالي اكتر من 30 سنة بستخدمها؟ نشوف هنا، لان النبتة هذا يا جماعة هي بدأت عايزة تزهر هنا، وطبعا اللي في الشمس عندي مزهر خالص، شوفوا ما شاء الله كيف لما بتزهر شكلها قمة الجمال والروعة. النبتة هذه من وانا عيل صغير بسمع اهلي دايما اعملي لنا شاي بالمرمرية، اعملي لنا شاي بالنعناع، فلما دقتها بالمرمرية طعمها خيال. فوائد في كل شيء يا جماعة، مضاد التهابات، مضادة للأكسدة، يعني بتجدد خلايانا، للذاكرة اللي عنده ضعف ذاكرة عايز يركز، الطلاب، يعني أنا من حوالي 6 سنين هو بقول لك غلط على الحامل والمرضعة، أو طبعا رمضان كريم كل سنة طيبين الواحد صايم يا جماعة، فيعني في رمضان فظيعة النبتة هذه. نشربها قبل السحور، يعني بعد السحور، قبل ما نيجي ننام وبعد صلاة الفجر، يعني قبل صلاة الفجر والسحور ممكن نشرب كوب، بتساعدنا على التركيز وكده تاني يوم، أو بعد الإفطار ممكن. أنا كيف بشربها طول عمري بهذه الطريقة؟ إنني النبتة هذه يا جماعة من وأنا عيل عمري في حياتي ما عدى يوم ما شربتش فيه على الأقل كوب شاي. كوب الشاي هذا لازم أحط عليه قطعة من المرمرية. كيف نتعامل بها خضرة؟ إن إحنا نجيبها زي ما هوريكم دلوقتي كيف نزرعها، وكلهم أنا زرعهم بنفس الطريقة. طبعا النشفة اللي عند العطار 50% فوائد، 100% فوائد ان احنا نجيبها ونزرعها بالشكل هذا. هقولكم على الفوائد كلها، بس شوف كيف يا جماعة بجيبها في علبة، وبعدين اهي مزروعة في ايش في النهاية عندي، شايفين كيس، كيس ومحطوطة في الارض، حطيته يعني كانت اصغر من هذه، كانت اصغر من هذه في كيس صغير، وبعد كده بدأت تكبر حطيتها بكيسها في الارض. كلهم مزروعين بهذه الطريقة يا جماعة، كيس بصوا اهو، كيس كيس صغير اهو الاسود، وحطيتها فيه، غطستها في التربة، الكيس اللي احنا شايفينه اهو، وبعدين نحطها في الارض بالكيس وبتكبر، شايفين كيف، والكيس هو من تحت بتقطع وجذورها بتجري في الارض. كيف نعملها اكسار؟ اهي بنقطع الحتة، نقطع الحتة، او مثلا اهي نقطعها زي ما هي حتة، ونعمل كده من تحت نشيل كل هذا، وبنيجي يا جماعة نجيب العلبة. بصوا هنا هذه طريقتها، يا اما انت معدي على واحد صاحبك تجيب حتة، يا اما بتروح المشتل تجيب منه قطعة. وطبعا فترة الربيع أفضل وقت إن إحنا نزرعها فيه. أهي هنحطها في مكان ظل في الأول، وبعد كده ظل مع شمس، ما تحبش الشمس الجامدة، وهتبدأ تكبر معانا. أهي هذه جزرت خلاص، هذه دلوقتي هحطها في مكان تاني في كل حتة زي ما أنتم شايفين. في عندي شجرة منها المرمرية، لازم طول السنة عندي الشجرة هذه خضراء ومالية البيت. فوائد الشجرة هذه خيالية يا جماعة، خيالية. يعني طبعا الطب والعلم والابحاث هي اللي بتقول كده، مش نعيم حجاب، فاني قريت وانا عارف من وانا عيل. النبات هذا حلو للتركيز، حلو للذاكره، اللي تبعد عنه بس الطفل اللي اقل، يعني شوف من وانا عندي 6 سنين بنشرب الشاي بالمرمريه، بس بقول لكم بشكل عام خليها اللي عنده 8 9 سنين هو اللي يبدا مثلا، اقل من كده بلاش يتعامل بالمرمريه. والمراه الحامل والمرضع طبعا دايما تبعد عن اي حاجه زي كده، مع ان كنا بنشرب شاي بالمرمريه يعني القليل منه عادي. بيزود التركيز، مضاد للالتهابات، التهابات الجسم، طبعا معروفة المرمرية للبرد والإنفلونزا والحاجات هذه، بتسلك الصدر والنفس، حلوة حلوة يعني بشكل عام للصحة قمة، غير إنها كويسة جدا للعقل، يعني بتزود التركيز، الناس الكبيرة في السن طبعا الزهايمر والنسيان والقصص هذه. فمين منا ما يعرفش المرمرية، لكن أكترنا ما بيتعاملش بيها، أو بنجيبها من العطار وبنتعامل بيها كأنها مثلا حاجة، يعني لازم نفهم ان المرمرية من الحاجات اللي ما تجيبهاش ان احنا نتداوى بيها من عند العطار، يعني ما تكونش حاجة للتداوي من عند العطار، لو عندي برد عندي مش عارف ايش، لا، المرمرية العلم اثبت انها من الحاجات اللي المفروض تدمج وتستهلك ضمن البرنامج الغذائي اليومي، نظامك الغذائي، يعني ان انت تشوف ايش الطريقة اللي ممكن يوميا بيها تستهلك المرمرية في نظامك الغذائي اليومي. فأنا بالنسبة لي اهو ايش بعمل؟
كوب شاي يومي واحد بشربه فترة بين المغرب والعشاء، والشاي هذا بحط عليه قطعة من المرمرية. باجي أعمل كده، بجيب قطعة والمرمرية طبعاً الإيش الخضرة، الشاي هيغلي بنحط معاه حتة زي هذه ولغاية ما تهدى شوية. أو في ناس بتحب تعمله لوحده، مرمرية مرمية على مية مغلية وملعقة من العسل ونشربه، طعمه مستساغ وروعة وفوائد صحية رهيبة. إذا هي مش للتداوي زي أي عشبة نجيبها عشان برد مش عارف، لا هي تدخل وتندمج مع نظامنا الغذائي اليومي. عشان كده أنا بستهلكها، يعني عمري 40 واني مثلا بقالي أكتر من 30 سنة يومي لازم أشربها مع كوب الشاي لفوائدها الرهيبة للصحة بشكل عام، ولا بالذات المخ اللي هو يعني العقل والتركيز والحاجات هذه. أحلى مسا، وحبيت أقولكم نصيحة أهي، بنجيبها ونغرسها أو واحدة من المشتل وبعد كده تكبر نقصقص منها وناخد، وبتملى البيت وبكيس هنحطها في التربة أو عنا في علبة كبيرة. فهذا مقصد إن إحنا نجيبها خضرة ونستخدمها طول السنة بهذا الشكل. أحلى مسا، رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير يا رب، علينا والسلام. ختام فوائد المرمرية، السلام عليكم.